ناقش الباحث فهد أحمد أحمد غالب المعبقي أطروحته لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال والموسومة بالتوافق الاستراتيجي الرباعي وأثره في الأداء المنظمي، دراسة ميدانية في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، والتي تعد أطروحة فريدة تضم إلى الأطروحات المميزة ورافدا للمكتبة اليمنية لما حصلت عليه من تميز في الطرح خاصة في ظل ظروف البلد الصعبة. تشرفنا جميعا اليوم في المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث فهد المعبقي، وزي ما تم ملاحظة الإجراءات وأيضا ملاحظات المحكمين كانت مناقشة رائعة خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد، وكما قال عليها كثير من المحكمين فعلا بذل الطالب جهد يشكر عليه. وقد جرى التحقق من أهداف الرسالة من خلال الإجابة على تساؤلاتها وفرضياتها المختلفة باتباع المنهج العلمي المتعلق بالدراسة، وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بالمستوى العلمي والمتميز للباحث المعبقي، واعتبرت الدراسة متميزة وذات قيمة علمية وبحثية مميزة. روح المقدمة من الطالب فهد أحمد أحمد غالب المعبقي، البرنامج دكتوراه إدارة أعمال والموسومة بالتوافق الاستراتيجي الرباعي وأثره في الأداء، دراسة ميدانية في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. توصل لجنة إجازة الأطروحة استيفاء لمتطلبات درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بعد إجراء تعديلات طفيفة وفقا للمرفق بمعرفة المشرف وموافقة واعتماد القسم العلمي في فترة أقصاها شهر. وبعد مناقشة من اللجنة كان قرار الإقرار بالدكتوراه التي حصل فيها الباحث فهد المعبقي على الامتياز، وذلك يوم الخميس الموافق 13 من شهر فبراير 2020.